إيران في سوريا. حينما ينفرد الذئب بالفريسة يجيد السطوة عليها، وعندما تقع الضحية في حلبة ثيران يبرز دور إيران. إيران أرسلت المستشارين العسكريين والضباط لمساعدتنا في التخطيط، دعمتنا اقتصاديا. إيران في سوريا، برنامج أسبوعي يأتيكم عبر راديو وطن. إيران في سوريا يتابع تحركات نظام طهران في دمشق ويرصدها، يناقش أبعاد التوغل الإيراني في سوريا، يكشف حقائق مخفية انضوت تحت العمامة. راديو وطن. حياكم الله مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إيران في سوريا. يسعدني أن أصحبكم فيها أنا فاتح حبابة، وسيشاركنا في هذه الحلقة العميد أسعد عوض الزعبي الخبير العسكري والاستراتيجي، إضافة إلى الدكتور أحمد الهواس المفكر السوري. سنتحدث في هذه الحلقة عن موضوع غاية في الأهمية، وهو نقل الأسلحة الجوية من إيران إلى سوريا. بماذا تمر هذه الطائرات؟ إلى أين تهبط؟ ما دور العراق في ذلك؟ وما دور باقي الدول؟ بعد أن نستمع ونتابع معكم سويا هذا التقرير. بعد يوم واحد من الثورة السورية، وبالتحديد في 16 من مارس أذار من عام 2011، تمت مطاردة طائرة يوشن 76 تي دي التابعة لشركة ياس إير، التي كانت متجهة من طهران إلى حلب من قبل مقاتلات F-16 التابعة للقوات الجوية التركية، وأجبرت على الهبوط في قاعدة ديار بكر الجوية. مسؤولون أمنيون أتراك فتشوا الطائرة، وذلك بعد تلقي تقرير يفيد بأن الطائرة تحمل أجهزة تستخدم في صنع أسلحة نووية، ولكن بعد تفتيشها لم يتم العثور على أسلحة أو معدات نووية. أما بعد 3 أيام فقط، وتحديدا في 19 من آذار من العام ذاته، أجبرت طائرة أخرى من طراز يوشن 76 على الهبوط في ديار بكر، وهذه المرة بعد تفتيش الطائرة تم العثور على رشاشين، الأمر الذي كان ذريعة لتركيا لمنع تحليق هذه الطائرات في مجالها الجوي، وذلك بحسب تقرير صادر مؤخرا عن شبكة إيران انترناشونال. تقرير الشبكة استعرض التكلفة الباهظة للنقل الجوي للأسلحة من إيران إلى سوريا، حيث فرق التقرير بين 3 قوات رئيسية مشاركة في النقل الجوي للأسلحة من طهران إلى دمشق وحما، وهي بحسب التقرير القوات الجوية للجمهورية العربية السورية، والقوات الجوية التابعة لما يسمى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وفصل التقرير حول دور العراق وشركات الطيران في نقل الأسلحة إلى سوريا جويا منذ بداية الثورة حتى شهرنا هذا، والذي شهد في 12 من فبراير شباط الحالي نقل شحنة أسلحة إلى دمشق، حيث رصدتها أنظمة التجسس العسكرية الإسرائيلية، وفي نهاية المطاف استهدفتها قوة جوية إسرائيلية في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي في 14 من فبراير شباط الجاري، أي قبل يوم واحد تقريبا من الغارة الجوية الإسرائيلية على دمشق. إذن تابعنا سويا هذا التقرير. أرحب مباشرة بضيفي عبر الهاتف العميد أسعد عوض الزعبي الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد أهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج إيران في سوريا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في البداية، كيف بدأ نقل الأسلحة من طهران إلى سوريا قبل الثورة السورية؟ وكيف خططت إيران لذلك؟ طبعا بداية سأعطيك من النهاية يعني أرقام نهائية، ثم أعود إلى التفاصيل أو المقدمات. حاليا يوجد 132 ألف عنصر إيراني من الحرس الثوري، من الباسيج ومن الميليشيات الأفغانية فقط يعني حد حصرا من الميليشيات الأفغانية والحرس الثوري والباسيج، طبعا يضاف إلى ذلك عناصر الحشد الشعبي العراقي. هؤلاء مجموعة 132 ألف إلى الآن متوزعين في منطقة ما بين المنطقة الجنوبية وحلب وشرق سوريا. ثانيا،
هناك تقديم 20 مليار دولار قد قدمت من قبل إيران حتى شهر 8 2012، منها قسم هبات ومنها قسم لتعمير طائرات سخوي 24، 16 طائرة قاذفة جبهية من نوع سخوي 24. كذلك الأمر أيضا تم تقديم 6 أسراب من الطيران المسير بأنواعه طبعا من إيران. هذا كل ذلك تحدث بفترة 2011، يعني قبل ذلك كان هناك يعني أكثر من 8000 خبير من إيران قاموا بتطوير مراكز القيادة والسيطرة التابعة للقوى الجوية ومراكز القيادة المشتركة وكذلك مراكز الرصد والدلالة على الأهداف، وأيضا قاموا بتطوير مركز دراسات والبحث العلمي في جمرايا وفي معامل السفيرة، حيث تم فتح 3 خطوط لتطوير صواريخ وما يسمى طبعا صواريخ فاتح أو شهاب، كما تم فتح خط أيضا في حماة. إذن العلاقة العسكرية لا تحدث عن قدمها، فهي قديمة كثير ويعني متجددة ومستمرة من الناحية العسكرية، لكن أنا منذ متى بدأت تقريبا هذه العلاقة العسكرية الجوية بين نظام الأسد وبين إيران؟ العلاقة بدأت حقيقة عام 2002 عندما يعني توجه بشار باتجاه إيران، وكان يعلم ان هناك يعني بعض الخلافات كانت تجري ما بين حفظ الاسد وايران، لكن بشار يعني اراد القفز عن هذه الخلافات والتخلي عن الكرسي العربي او التخلي عن المحيط العربي باتجاه ايران. ومنذ ذلك الحين يعني عام 2002 اذكر انه دخل الى سوريا حوالي اكثر من 100 عربه من عربات القياده المتنقله، تسمى عربات القياده والتوجيه المتنقل للطيران، تم توزيعها على خط الجبهه وتم توزيعها على قنوات مختلفه. ومنذ ذلك الحين بدات خبرات ايرانيه وخبراء ايرانيين تطوير مراكز القيادة والسيطرة والقيادة المشتركة في جبل مانع وفي جبل قاسون وكذلك في نبض السلطان في أماكن مختلفة في منطقة دمشق وفي ريفها وفي المناطق الوسطى السورية. إذن يعني عندما نتحدث عن عمق العلاقة العسكرية بدأت في عام 2002 عربيا عندما بدأ بإرسال بعثات عسكرية سورية إلى إيران، واستقبل سوريا كثير من الخبراء الإيرانيين، كان في ذلك الوقت فقط خبراء لم يكن عناصر كما هو حدث في عام 2002. أتحدث أيضا عن قضية نقل الأسلحة، اللي هي لأنها ذات حقيقة ذات يعني معلومات كثيرة جدا. إيران كان لها خط يعني من معبر التنف كان مفتوح تماما لدمشق، تولت حراسته بعد أن تعرض لكثير من هجمات الثوار من منطقة التنف وأبي شامات باتجاه مكهول باتجاه الضمير، تعرض هنا إلى مجموعة هجمات من الجيش الحر، بعد ذلك قامت داعش بالسيطرة عليه وأمنت استمرار تدفق الأسلحة البرية من هذا الخط. ولكن يعني تواجد القوات الأمريكية وأحيانا بعض الرصد الأمريكي يعني بدأت إيران تفكر في طرق أخرى، وهي طريق أبو كمال. دخلت أسلحة عن طريق صهاريج، عن طريق برادات أو ما يسمى البرادات اللي كانت تنقل اللحوم، لكنها كانت الحقيقة ممنوعة بالأسلحة. النقل الجوي كان مستمر منذ اليوم الأول من إيران باتجاه مطار دمشق الدولي، بعد ذلك من إيران باتجاه مطار حلب، ثم تم السماح لهذه الطائرات الإيرانية من المفترض ألا تهبط خارج مطار دمشق الدولي أو مطار حلب باعتبار أنها وحماة. كذلك الأمر، هل كان يهبط فيها هذه الطائرات حماة؟ لأنه تقرير إيران إنترناشونال ذكر دمشق وحماة من طهران بأن هناك 3 قوى رئيسية مشاركة في هذا النقل، وهي ما أسماها القوات للجمهورية العربية السورية، قوات نظام طبعا، والجوية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما يطلق عليها، والقوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني عبر منافذ عدة من بينها العراق. يعني هون الملفت كذلك الأمر. لم تسمح لي بإتمام الحديث. قلت أن الهبوط الأول للطائرات كان في مطار دمشق الدولي ومطار حلب باعتبار أنهم مطارين مدنيين فيهما وساط للحية تسمح بهبوط كل الطائرات بغض النظر عن 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 عن, عن, عن نوع أو وزن أو هوية هذه الطائرة. بعد ذلك لفترة بسيطة أصبح الطيران الإيراني يهبط في مطار حماة ومطار ضمير، يعني مطار ضمير الذي هو مطار عسكري ويتم نقل الأسلحة، ثم فتح مطار الشعيرات حيث أصبح يتم نقل الأسلحة من مطار الشعيرات، يتم نقلها إلى منطقة القصير باتجاه لبنان بعد أن سيطر حزب الله على مدينة القصير. ثم بعد ذلك تم تخصيص مطار الناصرية ومطار تيفور حاليا لإيران قاعدة المطار، يأتي الطيران الذي يحمل الأسلحة بصفة مدنية، يعني منادات الطيارين في العالم أو على مسمع أبراج القيادة أنهم طيران مدني، ثم يمثل دائرة حول مطار دمشق الدولي ويوهم شبكات الرادار أنه هبط في دمشق، ثم يتابع تحليقه باتجاه مطار ناصرية أو مطار تيفور ليقوم بتنزيل حملته هناك. هاي أولا. ثانيا
بالمناسبة عندما أتحدث حقيقة عن قضية نقل الطائرات أقول لك حتى في ثلاث مرات اضطر الطيران الإيراني أن ينقل يعني حمولته إلى مطار السجن. لكن الملفت في النظر عندما نقول طيران شحن وهو طيران طبعا بيمشي 76، اليوم طائرات الإيرانية منذ اليوم الأول لحرب 2011، منذ اليوم الأول للثورة السورية بدأ الطيران الإيراني ينقل بعض الأسلحة الخفيفة ووصل طيران الركاب بشركة مهام باتجاه مطار دمشق الدولي، حتى أنه بعد عامين من النقل أمر الرئيس أوباما بتفتيش إحدى الطائرات باتفاق مع نور المالكي الذي أخبر إيران أننا سنفتش إحدى الطائرات المدنية، وهبطت في مطار بغداد وتم تفتيشها ولم يكن هناك شيء، لأن هناك كانت الخطة معروضة على الإيرانيين أنه يجب أن تكون هناك طائرة فارغة. ونفس هذه نفس هذا المثال لو سمحت لي وعذرا للمقاطعة، ولكن هذا المثال كذلك الأمر حدث في تركيا بحسب التقرير الذي نتحدث عنه، بأنه تم إفراغ وتفتيش الطائرة لم يجدوا شيء، وذلك بعد يوم واحد فقط من انطلاق الثورة السورية في 16 من الشهر الثالث في 2011. بعد 3 أيام تم تفتيش الطائرة ووجدوا فيها رشاشات إيرانية بحسب ما يذكر التقرير، تم على إثرها توقيف الرحلات الجوية من قبل تركيا في هذا الإطار. كان أنا ذاك التفتيش على يعني ما يعادل المعدات النووية، لكن التفتيش على الأسلحة يعني بدأ به أوباما عام 2000 في منتصف ثاني 2013 في النصف الثاني، عندما كانت هناك يعني مطالبات عالمية أن إيران تقوم بنقل الأسلحة إلى طيرانها المدني، فأمر بتفتيش إحدى الطائرات الإيرانية واحدة فقط فتشت، وذاك لم يتم تفتيشها، وتابع طيران مدني المدني الإيراني نقل أسلحته حتى في إحدى الشحنات هبطت في مطار الرياق في لبنان وتم نقلها بالسيارات إلى سوريا. هناك عندما تأتي لإيران أن هناك ربما تكون جولات تفتيشية مفاجئة يتم يعني تغيير خط الرحلة إما باتجاه لبنان أو باتجاه شمال سوريا. اليوم تماما إيران بدأت تقوم بعملية رحلات وهمية، يعني ثلاث طائرات فارغة وطائرة تكون فيها سلاح من أجل أن توهم يعني الإسرائيليين، بعد أن أدركت تماما أن كل رحلة جوية تقوم يعني يتم رصدها من ضمن أجهزة النظام، يعني هناك معلومات دقيقة تصل إلى إسرائيل يوميا وبنفس اللحظة، وأنت تعلم تماما أن الغارة ليس الأخيرة، ما قبل الأخيرة تم ضرب يعني تم توجيه ضربة بأربع أماكن، إحدى هذه الأماكن كانت القافلة التي تحمل الصواريخ باتجاه منطقة جمر والهامة باتجاه مستودعات حزب الله في منطقة شبعة. إذن يعني إيران بكل السبل التي تحاول فيها نقل أسلحة، لكنها الآن بدأت نشوف من قبل إسرائيل ومن قبل كثير من الجهات الدولية، لكنها ما زالت مستمرة بعد تخصيص مطاري التيفور والناصرية كقواعد أساسية لإيران. وحاليا بالمناسبة إيران كانت تسعى للسيطرة على مطار الحميدية جنوب منطقة المطار على الساحل لتوسيع هذا المهبط، وبالتالي هبوط طائراتها هناك أولا هو في الأراضي السورية، ثانيا هو من ضمن شبكة الدفاع الجوي الروسية المحمية باعتبار إسرائيل الآن أهجمت عن قصف باتجاه الساحل. بالمناسبة إيران إلى تسمية أو تطوير للطائرة. سيادة العميد، يعني هنا فتحت لي نقطة حول التساؤل، الأدوات التي تستخدمها إيران في أو إسرائيل في الرصد لهذه الأسلحة، ربما التقرير ذكر بعضها من بينها التجسس الإذاعي، ماذا عن هذه الأنظمة التي ترصد الحمولات العسكرية لإيران إلى سوريا وترصدها إسرائيل؟ يعني أولا يجب أن نعلم يعني عندما عرض نتنياهو في إحدى المقابلات التلفزيونية مئات الآلاف من الديسكات أو المعلومات الوثائق التي حصل عليها من إيران حول الملف النووي وحول أسلحة إيران الصاروخية، فأعتقد أنه من حصل على هذه الوثائق أو مئات الآلاف من هذه الوثائق لن يعجز عليه تماما مراقبة الطائرة بإقلاعها ومراقبة حتى يعني الأسلحة بالمناسبة يعني لها أحيانا إشارات لاسلكية بأطوال محددة، وخاصة يعني إذا أراد الراصد أن يعرف هذه الإشارات، فإسرائيل هي قادرة سواء كان بالأقمار الصناعية أفق التي منها يحلق فوق إيران أو حتى بلا، لكن ثبت مؤخرا في إيران التي قامت مؤخرا حقيقة بعملية المساءلة وعملية يعني نوع من التحقيق مع ضباط مخابرات خاصة القوى الجوية، يعني أخرى حافظ اغتيال الإرادي القذر قاسم سليماني، تم التحقيق مع رئيس مخابرات جوية اللواء غسان إسماعيل ومجموعة من ضباط التحقيق، لكن قبل ذلك بكثير كانت هناك ضربة إسرائيلية على 3 مقرات إيرانية
في منطقة المجزة لا يعلمه حتى الجيران، يعني الجيران في نفس البناء لا يعلموا أن هنا كان مقر إيراني، وخاصة هنا ثلاث وهناك مقر كان فيه قادة قوات الجوية الإيرانية المكلف في سوريا الذي كان في منطقة مرج السلطان، عفوا منطقة عقربة شمال سيد زينب. إذن قصف هذه المقرات الأربعة ما بين الأحياء واختيارها بشكل دقيق، هذا يعني أعطى لإيران صورة أن هناك لا شك أن هناك يعني عمالة من النظام بشكل مباشر، لكن أنا أقول لك ليست عمالة، هي عمالة من النظام لكن أكثر من النظام. يكفي أن نقول أن الحصول على وثائق نووية من قلب المفاعل النووي الإيراني على كل الوثائق، وإيران يعني تعمل حوله نوع من الحصن الغير طبيعي الغير مسبوق من أجل المحافظة على السر، لكن كل ذلك يشير إلى اختراق إيران من كل الجوانب ومن كل الجهات ومن كل وفي كل المجالات. وبالتالي اليوم إيران بالمناسبة منذ حوالي ثلاث شهور حاولت أن تمرر صفقة سلاح بسيطة مقطعة قطعة بسيطة جدا، وتم تمريرها على ظهر حوالي يعني قطيع من الأغنام من منطقة بوكمال، وعند وصولها إلى تقريبا بالقرب من تدمر تم كشفها، وأعتقد أن الأغنام يعني تم تهريبها أو يعني ترمي الأسلحة وقتل كثير من الأغنام وكشفت هذه الصفقة. هذا الكلام حدث قبل ثلاث شهور وبقي الطير كتمان حتى لا يعني الإعلام، لأن الإعلام لم يستطيع أن يصل إلى كتمان. سيادة العميد، لو عدنا إلى العنوان الذي عنون به تقرير إيران انترناشونال، قالت أنه النقل الجوي المكلف والخطير للأسلحة من إيران إلى سوريا. هناك من يتساءل يعني هل إيران اليوم بحاجة لأن تقوم بشحن حملاتها أو أسلحتها إلى الأراضي السورية عبر الجو، والطريق ربما أمامها مفتوح ومهد خاصة بعد سيطرتها على العديد من المناطق الاستراتيجية؟ لا شك أولا يعني الطريق مفتوح لها من طهران إلى دمشق إلى كل مناطق عبر بوكمال والمناطق العراقية، وتيار الحشد الشعبي يعني الأوسخ الإيرانية يتولى الحماية ويتم تأمين إيصال هذه الأسلحة. ولكن يعني كان تدرك إيران تماما أن وصول الأسلحة عبر البر تحتاج زمن كبير، والطريق الطويل أيضا يعني يقع في كثير من المخاطر، إذا الأسلحة تتعرض لكثير من المخاطر، قد تكون سرقة، قد تكون عمليات تخريبية على الطريق، أو مستهدف، أو حتى أحيانا الطيران المسير الذي يستهدف كثير من القوافل عندما كانت إيران تنقل سلاحها باتجاه قاعدة الإمام علي جنوب أبو كمال أو جنوب تمام جنوب أبو كمال. لكن عندما نتحدث عن النقل الجوي، فالنقل الجوي أول أسرع ليس فقط أسرع، هو يعني سريع حتى لا نحتاج إلى نقل آخر، بمعنى أنك عندما تنقل أنت فرضا أسلحة من إيران باتجاه مثلا سوريا تنقلها إلى قاعدة تيفور، يتم ربما بمخازن تخزين هذا السلاح ريثما يتم تحديد الجهة التي يجب أن توصل إليها، بينما النقل الجوي أصبح مباشرة حتى باتجاه الجبهة. يعني عندما نقول نقل الجوي باتجاه مرحمة لحشد أو لانتشار هذه الأسلحة مباشرة على جبهة حماة، باتجاه حلب لانتشار هذه الأسلحة فورا على جبهة حلب. إذا قضية النقل الجوي هي أولا للسرعة، وثانيا يعني لا تحتاج إلى مخازن، لا تحتاج إلى طريق التخزين لأن التخزين الخطأ قد يفجر الأسلحة، وهي أكثر أمانا على الأقل. يعني هذه الساعات التي لا تتعدى ساعة ونصف من طهران إلى سوريا، أعتقد هذا الزمن لا يقع يعني حتى ضمن الطيران المدني، يعني هناك ربما قيود أو حدود، لا تستطيع إسرائيل أن تخشف أي طائرة مدنية في الجو، لكن أي طائرة أي سيارة نقل عسكرية على الأرض حتى لم تكن تحمل أسلحة فهي قادرة على إصابتها. كمان أيضا يعودنا الذاكرة عندما قصرت إسرائيل سيارات إيرانية تنقل أسلحة من الخرطوم باتجاه سيناء، معروف لما هذا يعني عندما قصرت الشاحنات في الأراضي السودانية. إذا إسرائيل يعني يجب أن نقول أن إيران مخترقة من كل الجهات في كل المجالات، سواء بالبحر والبر والجو، لكن إيران استطاعت بالمناسبة يعني خلال فترة ماضية استطاعت أن تهرب أربع زوارق بحرية إلى النظام، لم يعرف أحد كيف تم تهريبها، لكنها هربت عن طريق البحر عن طريق قناة السويس باتجاه اللاذقية. شكرا جزيلا لكم لمشاركتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج إيران في سوريا، سيادة العميد أسعد عوض الزعبي الخبير العسكري والاستراتيجي، أشكرك جزيل الشكر للإضافة على معلومات التقرير، معلوماتكم قيمة، شكرا جزيلا لك. شكرا. متابعينا الكرام، سنعرض الآن استطلاع للرأي أجراه مراسلون في الداخل. سألنا المواطنين من خلاله ماذا فعلت هذه الأسلحة الإيرانية بالشعب السوري، دعونا نتابع سويا ما قالوا. بالنسبة لإيران دخلت على سوريا كدولة محتلة واستخدمت الأسلوب الطائفي في احتلالها لسوريا،
قتلت وشردت الشعب السني بكافة مناطقه، قتلت النساء، قتلت الأطفال، نبشت القبور، احتلت سوريا احتلال تعسفي بربري، بالرغم أن هذه الدولة لم ترد على إسرائيل بطلقة واحدة، بالرغم أن إسرائيل تستبيح قواتها كل فترة وتضربهم وتقتلهم بكل أنواع الأسلحة. بالنسبة للأسلحة الإيرانية، منذ بداية الثورة السورية رفعت بأوجه المتظاهرين السلميين وقتلت الكثير منهم، ليتطور الأمر بعد فترة زمنية لتصبح الصواريخ الإيرانية والأسلحة الثقيلة تقتل المدنيين، تقتل الأبرياء، الأطفال والنساء، تهدم المنازل والمدارس والمشافي في كافة المناطق المحررة. الأسلحة الإيرانية قتلت الكثير من الأبرياء في الداخل السوري، وما زالت تقتل المدنيين والأبرياء في معظم المناطق المحررة طبعا، ولا سيما أيضا الطائرات الروسية والأسلحة الروسية وقوات حزب اللات والكثير من الميليشيات المساندة لميليشيا أسد تقتل حتى الآن المدنيين الأبرياء. صفينا نحن هنا حقل تجارب أكبر، شاركت بأكبر عدد بقتل السوريين هي إيران، إيران وميليشيات المرتزقة صاروا يجيبوا صواريخ يجربوها على المدنية وعلى السوريين بشكل عام. السلاح الإيراني بسوريا توجه عبر القوات الإيرانية بشكل مباشر لصدور الشعب السوري، أيضا عبر ميليشياتها مثل حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية الموالية لها، طبعا دخلوا بشكل طائفي على سوريا ضد الشعب أعزل طالب بحريته ببداية الثورة. كانت الأسلحة الإيرانية شد إجرام على الشعب السوري من أسلحة النظام، بالإضافة للجيش الإيراني اللي هو كان حاقد أكثر وعقائد أكثر وطائفي أكثر، كان همهم فقط يحصد أرواح السوريين، يشردوا العائلات ويقتلوا النساء والأطفال والشيوخ والعجز. إجرامهم كان بحقد مو طبيعي. أسلحة إيرانية دمرت الشعب السوري، أسلحة إيرانية وسلاح إيراني قطع أوصال الشعب السوري، أسلحة إيرانية والقوة الإيرانية كانت محرقة صبت على الشعب السوري. إذن تابعنا معكم هذا الاستطلاع مستمعينا ومتابعينا الكرام. أرحب بضيفي في هذه الحلقة المفكر السوري أحمد الهواس. أهلا بكم دكتور معنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم أستاذ، أهلا وسهلا، حياكم الله. قدمنا في البداية حول استخدام إيران للمجال الجوي في نقل أسلحتها إلى سوريا، واستمعتم إلى هذا الاستطلاع في عجالة. ماذا فعلت الأسلحة الإيرانية بالشعب السوري؟ أبدأ معكم برأيكم حول هذه النقطة. نعم حياكم الله. يعني إيران هي أولا يجب أن نعرف أنها دولة مكلفة بهذا الدور، بأن تقوم بحماية النظام الطائفي، وهذا الدور مكلفة به من قبل أمريكا. وحين نقول أمريكا أي أن إسرائيل هي التي تشرف على هذه العملية. المشكلة نحن يعني نذهب إلى المساحات التي يريدها الأعداء يضعون فيها فنحلل في جزء هو ليس هو الحقيقة، فنبتعد عن الحقيقة بسبب سيطرة الإعلام. يعني ربما يذكرني في هذا المجال الكتاب المهم لنعوم تشومسكي في سيطرة الإعلام على الأدمغة، حيث يستطيع الإعلام أن ينقلك إلى المساحة التي يريد، يصنع لك العدو الذي يريد، ربما يصنع لك حاجزا نفسيا يمنعك حتى من الخروج، يقنعك بأشياء غير طبيعية. هذا ما يحصل في الصراع الموهوم بين إيران، إسرائيل، أمريكا، أو كما يسميه تيرتبارسي حلف المصالح المشتركة. فبالتالي إيران منذ البداية هي دخلت حتى لا يسقط النظام الطائفي، فتتغير معادلة كبيرة ليس في المنطقة، ربما في النظام العالمي ككل. إلى هذه الدرجة أهمية نظام الأسد بالنسبة للنظام العالمي؟ طبعا مهم جدا جدا، ولذلك تجد بأن كل القتل هذا والتدمير حين تخضعه لما يسمى بالقانون الدولي تجد أنه يخالف أبسط قواعد القانون الدولي. على سبيل المثال يعني انظروا إلى تعطيل مجلس الأمن، لا يوجد شيء اسمه تعطيل مجلس الأمن، لأن حتى الدول المنتصرة التي شكلت عصبة الأمم ومن ثم هيئة الأمم ومجلس الأمن لا يوجد شيء اسمه تعطيل مجلس الأمن، هنالك شيء اسمه الاجتماع من أجل السلم،
وهذا عمل به في الحالة الكورية. يعني إذا عطل مجلس الأمن بالفيتو الروسي الصيني ننتقل إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث تتساوى فيه الأصوات، لكن أمريكا تريد تعطيل مجلس الأمن من خلال من؟ من خلال روسيا والصين. فما تفعله إيران لم تخرج عن النظرية التي تكلم بها شارون في مذكراته في الصفحة 583 حين قال بأن هؤلاء هم أكثر أمانا لإسرائيل، لأن وجود هؤلاء هو الذي يبقي إسرائيل. انظر الآن. طيب معقول دكتور، هنا لو قطعتكم وسمحت لي، معقول كل هذا الإجرام الذي جرى في سوريا وكل هذا التهجير الذي نشهده الآن في الآونة الأخيرة في إدلب وسبقه جميع المناطق السورية من أجل فقط الإبقاء على نظام الأسد، من أجل فقط حماية الكيان الإسرائيلي إلى هذه الدرجة؟ يعني هو حين نتحدث عن أسس الصراع في العالم وحقيقة الصراع وما يحصل سنصل إلى هذه النتيجة، ولكن هذا جزء من المطلوب. يعني التغيير الذي يحصل وحصل في المنطقة هو حقيقة ما قاله بريمر، ما قال يعني بريمر قال هذا الكلام قبل أن يقوله لافروف في موضوع أن لا يسمح للسنة بحكم سوريا. وكذلك أمريكا جاءت لتسقط نظام صدام حسين ليس بوصفه نظاما بعثيا قوميا أبدا بالمطلق، لكنه كان لديه تطلعات خارج العراق وبناء مشروع دولة، هكذا هم يفكرون. جيل كابل المفكر الفرنسي المعروف حين ذهب إلى العراق بعد غزو العراق بقليل اجتمع مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين العراقيين، وجه له سؤال واضح وصريح: لماذا أسقطتم نظام صدام حسين؟ وكان يحسب بين قوسين على الغرب، أو هكذا كنا نتوهم. قال: أنتم السنة لديكم مشاكل يعني كبيرة جدا. قال ما سأله ما هذه المشاكل؟ قال: أولا الحاكم منكم يفكر ببناء الدولة بالحد الأدنى وهذا لا نريده، الحاكم منكم يفكر بتحرير فلسطين وهذا لا نريده، الحاكم منكم يفكر بالوحدة وهذا لا نريد. أما هؤلاء، يقصد المحسوبين على إيران، لديهم اللطم وثارات الحسين والتدبير، فبالتالي هم الأنجع والأفضل لنا في هذا المجال. ومن هنا يجب أن نبدأ بفهم الفكرة، نبدأ بفهم ماذا قال دارفوس في كتابه رهينة خميني، من هو خميني، لماذا جاء إلى المنطقة، هل هو القنبلة النيتروجينية التي ضربت المنطقة؟ نعم، هو أكبر من القنبلة النيتروجينية وأكبر من القنبلة النووية ودمر المنطقة تماما وما زالوا يفعلون. فبالتالي هنالك تحالف خطير، هذا التحالف يوهمون بأن ثمة صراعا بين الأطراف، أن صراع إيراني، أننا أمام صراع إيراني. ولكن إذن كيف يمكن أن نفهم هذا الاستهداف المتكرر لمواقع الميليشيات الإيرانية من قبل الكيان الإسرائيلي؟ طبعا دائما في فهم السياسة يعني هناك إشكالية في أن العدو المتمكن والذي يستطيع برمجة الفكر أن يذهب بك إلى ما يريد كما قلت لك، هو يستطيع أن يوهمك بأن هذا الصراع قائم على ضرب أمان. يعني ما قيمة هؤلاء المرتزقة الأفغان والذين يأتون من هنا وهناك في سبيل تحقيق يعني شيء كبير جدا؟ أنا مرة كتبت عن لجنة كريل وشيطنة ألمانيا قبيل الحرب العالمية الأولى، حين يعني كان شعار الرئيس الأمريكي يعني سلام بلا نصر، يعني هو تحدث عن إمكانية شيطنة ألمانيا وجعل الشعب الأمريكي شعبا محاربا، وهو لم يكن كذلك حتى يقنعه بالدخول في الحرب العالمية الأولى. كذلك حين تحدث عن بيل هاربر صنعته أمريكا حتى دخلت في الحرب العالمية الثانية. فبالتالي لا قيمة لهؤلاء نهائيا، والأهم أن تقنع بأن ثمة صراعا بينهم. لاحظ كلما اشتد وار المعركة على إدلب أو حلب أو كان هنالك عمليات قتل غير عادية، قامت إسرائيل بحرف أنظار العالم بقصف مواقع متفق عليها لصرف أنظار العالم. هل تعلم بأنه في بداية الثورة حين كان الثوار يتقدمون كانت الإحداثيات ترسل إلى إسرائيل لتخرج الطائرات الإسرائيلية تدمر السلاح الاستراتيجي الذي كان يمكن أن يقع بيد الثوار فيقوم بقلب المعادلة على الأرض؟ فإذا القضية ليست متعلقة بضربات هنا وهناك، الغاية أكبر بكثير: تدمير المنطقة، تهجير الكتلة الصلبة، الحرب أصلا لتهجير الكتلة الصلبة. وهذا ليس كلامي، وإن كنت قد كتبته من سنوات طويلة، لكن نبيل خليفة في كتابه استهداف أهل السنة يقول هنالك نتيجة وسبب. السبب الحقيقي للحرب وتهجير السنة من سوريا والعراق أو كما أطلق عليها الكتلة الصلبة، هؤلاء
هم يشكلون الخطر الحقيقي على وجود إسرائيل، هؤلاء هم يشكلون الخطر الحقيقي على النظام الرسمي العربي وبالتالي على النظام العالمي. أليس من الأفضل أن يعني يقوموا بهذا الصراع عبر إسرائيل مباشرة مع الشارع السني، أم أن الدور الإيراني ربما يعني لو دخلوه لوجدنا أن التاريخ يستند عليه في حربهم ضد الشعب السني سواء في سوريا أو في العراق أو في غيرها، في كل مكان دخلوا الإيرانيون نظام الملالي إن صح توصيفهم بذلك بشكل أفضل، دخلوا فدمروا البلاد، دمروا، قتلوا العباد وهجروا السكان. شوف يعني حتى نكون أكثر دقة في التوصيف، إسرائيل لا تستطيع أن تخوض هذه المعركة لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الديمغرافي ولا على المستوى الاقتصادي، ولذلك هنالك وكلاء يقومون بهذه العملية أو نظرية كيسينجر في سبعينيات القرن المنصرم التي تقول الشد على الأطراف حتى يرتاح القلب. الأطراف من هنا إيران نأتي، ومن بعدها تحققت طبعا نظرية كيسينجر، لكن حين نتحدث عن الدور الإيراني، إيران ماذا تفعل؟ تشيع وهم صراع وتشتري أيضا للأسف يعني غسيل وجه من خلال بعض الحركات الفلسطينية التي تنضوي تحت المقاومة بأن إيران تدعمها، فتنطلي اللعبة على الجميع بأن هذا الصراع حقيقي. الأخطر من هذا وذاك وكسر الحاجز النفسي بين العرب والصهاينة، أي أنه يصبح هنالك حالة ما بين الناس أن إيران هي العدو وإسرائيل هي داعمة للسنة، هذا هو يعني قمة الضحك على الناس. فبالتالي إيران تستطيع أن تقوم بهذه الخدمة، ليس هذا فحسب. لاحظ الحرب العراقية الإيرانية الآن، جاك سترو حين نشر مذكراته أو تم اللقاء معه لإلقاء الضوء على هذه المذكرات، كشف أمورا خطيرة طبعا هي مذكورة منذ سنوات طويلة، سواء فضيحة طبعا فضيحة إيران جيتي أقل فضيحة، أنا أسميها في إحدى لقاءاتي الفضيحة الأقل، لكنها أخذت يعني تضخيما كبيرا لأنها كشفت في وقتها لتزويد إيران بالسلاح عبر إسرائيل في الحرب العراقية الإيرانية، لكن هناك فضائح متعددة ولم ينقطع الإمداد. هي ذاتها إيران كونترا، هي ذاتها إيران كونترا، يعني كانت إيران تدفع المال لأمريكا مقابل قطع الغيار والسلاح القادمة من أمريكا عبر إسرائيل، وأمريكا تدفع الثمن هذا لثوار الكونترا، فأخذت يعني أخذت اسمين شهيرين، إيران جيتس تأسيسا على ووتر جيت، وإيران الكونترا اللي لأنها كانت تذهب إلى عصابات الكونترا. فبالتالي هذه الفضيحة هي الأقل ولكنها الأكثر صخبا في العالم في ذاك الوقت لأنها فضحت وكشفت، ولكن هنالك مجموعة سلسلة من الفضائح التي تبدأ ليس هنا، تبدأ منذ أن كتبت ربما أشرف بعد الانقلاب على أخيها الشاه، كتبت كتابها الشهير وجوه في المرآة حين قالت بأن هؤلاء الملالي لو نزعنا لحية أي منهم سنجد مكتوب تحتها صنع في بريطانيا، منذ أن تحالفت بي بي مع المخابرات العالمية والأخوات السبعة لإزالة الشاه لأنه لا يريد أن يعيد ويعني يعيد مرة ثانية التصديق على المعاهدة النفطية الممتدة لخمسة وعشرين عاما منذ إسقاط مصدق وإعادة الشاه، فبالتالي أراد الشاه أن يصنع، ظن الشاه أنه قادر على أن يصنع قوة تقف بوجه الغرب بعد أن كان شرطيا لهم لسنوات، فتم الإطاحة به. ليس فقط هذا، هنالك قضية أخطر من هذا دكتور أحمد، يعني في هذا السياق كنا قد طرحنا الأسبوع الماضي حلقة عن ذكرى الثورة الإيرانية، وطبعا هي في هذا الشهر، منذ هذا الشهر قبل 41 عام، ماذا تقول فيها بتعريجكم على هذا الكلام الذي تتفضل به؟ يعني هذه الثورة جاءت بترتيب أمريكي وأيضا لمنع قسم من الإيرانيين الذين فعلا كانوا في الثورة أو كانوا يريدون التغيير، تم ابتلاع جزء من الثورة الإيرانية لحساب الملالي. يجب أن نفهم النظرية التي وضعها بريجينسكي في سبعينيات القرن المنصرم بتفكيك الاتحاد السوفيتي بما سماه القنبلة الإسلامية الديمغرافية داخل الاتحاد السوفيتي، ولذلك هم صنعوا عدة مفاهيم وكانت من ضمنها فيما بعد حرب أفغانستان، هذا صحيح، ولكنه في مقابل ذلك وكان شغوفا في العقائد الإسلامية كان يرى بأنه لا بد من إيجاد مكافئ موضوعي إذا ما
تم نهوض بين قوسين العالم الإسلامي أو بين قوسين السنة. ولذلك حين نعود إلى نيكسون في كتابه الفرصة السانحة نجد، وهو الذي خرج طبعا بالفضيحة الشهيرة يعني، نجد أنه يقول أننا صحيح على قتال مع السوفييت، ولكننا سنجد أنفسنا سنضع أيدينا بأيديهم في مقاتلة الإسلام. وهذا ما تم فعلا، ولذلك استخدمت إيران وما زالت تستخدم في هذه المعركة القذرة، حيث تقوم هي أولا بتخريب مجتمعي، صناعة نزاع أولا طبعا يعني نزاع مجتمعي إلى درجة الاحتراب المجتمعي. نعم. انظر الآن إلى الأماكن التي دمرتها أمريكا بذريعة داعش، ثم أفسحت المجال لتتموضع فيها إيران والميليشيات الطائفية. هذه المناطق ستشيع أولا سياسيا، والجيل الصغير من الشباب أو الأطفال والجيل القادم سيشيع عقديا من خلال المدارس والجامعات والتعليم وما شابه، حتى يكون ثمة كرادور شيعي ممتد من طهران حتى بوابة فاطمة، وهو الذي يؤمن الحماية الحقيقية لإسرائيل. إذا نظرت إلى المنطقة ستجد أنها مقسمة كيانات. نعم. هذه الكيانات هم حدثونا فقط عن الكيان الصهيوني، لكنهم لم يحدثونا عن الكيان العلوي، ولا عن كيان الطوائف في لبنان، ولا الكيان العسكري في مصر، ولا كيان الأسر البقية هنا وهناك. فبالتالي أنت أمام كيانات تتساند لتحمي إسرائيل. هنالك دول طوق الحمامة مكلفة بحمايتها، الدول الثرية أيضا هي مرتبطة عضويا فيما يسمى الدول الوظيفية أو الأنظمة الوظيفية في خدمة النظام العالمي الذي تقوده أمريكا وتمنع تغييره بأي طريقة. ذكرت قبل قليل فضائح لإيران، وهذه الفضائح والثقة هناك ربما ما خفي أعظم. أريد أن أسألك من خلال متابعتك للشأن الإيراني، هل من المتوقع أن تنتشر فضائح جديدة، وفي أي سياق، كونك ربما تكتب في العديد من المرات وتتنبأ لما يجري ولما سيجري كذلك الأمر وفق رؤيتك السياسية؟ يعني موضوع الفضائح الإيرانية أو العلاقات الإيرانية الإسرائيلية ثق بالله أنها مكشوفة ومنشورة في كل مكان وتكون أكثر مما نتوقع بكثير، ولكننا لا نعمل البحث في هذا المجال. وأكبر فضيحة هو التعاون الأمريكي الإيراني حاليا في المنطقة. هناك من أشاع وهم الصراع حين قام ترامب، أنا كتبتها في مقال سميتها عصافير ترامب والخامنئي، أنها كلها أكاذيب. موضوع قاسم سليماني هذه كربلائيات يحتاج إليها أصحاب هذا المذهب المنحرف، هم دائما يبحثون عن الكربلائيات والحزن وإلى آخره. نعم. فكان لابد من تكريمه بموكب كربلائي ومقام وإلى آخره، لأنه انتهى الدور عنده، وسيأتي من بعدي من ينتهي الدور بما فيهم بشار الأسد طبعا. لكن باختصار يعني شديد حتى أضرب لك مثالا، هل تريد فضيحة أكبر من الفضيحة التي جرت في الكونغرس الأمريكي الذي يمنع ترامب من قصف إيران؟ هناك فضيحة أكبر من التي كتبها بن روتس مستشار أوباما، الذي كان يقول بأن أوباما كان معجبا بإيران محتقرا للعرب، وحين تمت صفقة النووي الإيراني قال انتهت المهمة، يعني انتهت خلاص بالنسبة لي، فلتفعل إيران ما تشاء. هل هنالك أكبر من فضائح عن التعاون الروسي الإيراني في قمع الثورة السورية؟ هل هنالك فضيحة أكبر من أن من هو البناء الديموغرافي في إسرائيل؟ أنا أسأل هذا السؤال دائما لكثير من الذين يناقشون، من هم الأعلى مستوى في إسرائيل؟ أليس السفرديم ومن بعدهم يأتي البارسيم؟ البارسيم هم الفرس. انظر أقوى حكام ومراكز قوة في إسرائيل تجدهم من البارسيم الفرس، والعكس ربما كذلك الأمر موجود في طهران من يهود أو ما شابه. طبعا يعني هذه للأسف نحن لا ندرس البنية الديموغرافية، لا ندرس البنية السياسية. هناك سؤال أيضا آخر مهم جدا، من هي إيران؟ هل هنالك دولة في التاريخ تاريخيا اسمها إيران أم فارس؟ وهنالك لدينا فارس، من أين جاءت إيران؟ أليست هي تجميع لستة أقاليم صنعتها بريطانيا، ومن ثم جاء الشاه ومنحها هذا الاسم إيران تقربا للغرب، أي أنها الشعوب الآرية؟ أين هي عربستان الأحواز العربية 354 ألف كيلومتر مربع؟ أين هي الثروة الحقيقية لما يسمى إيران؟ أين هي أراضي البلوش؟ أين هو أذربيجان الجنوبية؟ أين هي أرض التركمان وإلى آخره؟ إذن نحن أمام
تأسيس دولة لها دور خطير جدا جدا. هناك من يذهب بك إلى الصراع الفارسي العربي، يا سيدي هذا جزء من الصراع، لأن الذين يحوزون على القرار الآن من أهل العمامات السود هؤلاء ليسوا فرسا، يعني حين نتحدث بالحقيقة ليسوا كلهم فرس، هناك منهم من الأذر والتركمان والعرب للأسف. إذن هناك أنت أمام خلطة دينية شعوبية مرتبطة عضويا بمن يقود الصراع في هذه المنطقة والعالم وتقسيم العالم الإسلامي وإخراجه خارج معادلة الزمان والمكان، بل وسحقه إذا ما أريد ذلك. ما هو المشروع الذي من الممكن أن يناهض المشروع الإيراني سواء في المنطقة أو داخل إيران؟ حقيقة هو المشروع يصنعونه من حيث لا يعلمون. انظر الآن مستوى الوعي الذي يتصاعد عند الناس رويدا رويدا، الناس بدأت تكتشف حقيقة هذا التحالف، هذا بداية المشروع الحقيقي. إذا أردت أن تصنع مشروعا حقيقيا يجب أن نعود إلى ما كتبه يوما المفكر الفلسطيني المهم الدكتور أنيس قاسم في كتابه تأملات في الاحتلالين الصليبي والصهيوني، وضرب مثالا لماذا انتصر صلاح. تجد بأن صلاح الدين بنى، يعني وقبل صلاح الدين نور الدين، لكن صلاح الدين والذي ظهر بنى جيلا مهما، جيلا متسلحا، وقبل ذلك كان مشروع نور الدين زنكي، وقبل ذلك نظام الملك وإلى آخره، بأن الوعي أولا وثانيا وثالثا وعاشرا، كانت المدارس النظامية في بغداد هي التي خرجت فيما بعد المقاتلين وخرجت الدعاة وخرجت المفكرين، خرجت جيلا مختلفا عن الجيل الذي جاء فيه الصليبيون، وكذلك بعد ما جاءتنا من مآسي المغول. لاحظ لا يمكن أن تهبط الأمة إلا بتعاون مجموعة من الأعداء، سواء أعداء الداخل أو أعداء الخارج. وربما أهم من كتب في هذا المجال هو الراحل الذي طبعا سمي وقتها عبد الله الغريب، وليس عبد الله الغريب، والشيخ زين العابدين رحمه الله أظن اسمه هكذا، في كتابه في عام 1980 جاء دور المجوس حين قامت الثورة الإيرانية. زين العابدين بن سرور رحمه الله، زين العابدين بن سرور رحمه الله كتب هذا الكتاب المهم، الذي ربما حين تقرأ هذا الكتاب لا يبدأ لك من الآخر كما نفعل للأسف، وبدأ لك بالدور الخطير لهؤلاء، ثم أوضح لك بأن القرن الرابع الهجري كان خطيرا جدا، حيث سيطر هؤلاء على أجزاء واسعة من الدولة الإسلامية، ولكن حين ظهر الجيل الصحيح، الجيل المتسلح بالوعي والدين والفهم وإلى آخره، أسقط كل هؤلاء. الآن طبعا هنا لو سمحت لي فقط أن أعرج على الشيخ بن سرور رحمه الله، كان من أوائل الذين تصدوا بكتاباتهم للمشروع الإيراني في العالم العربي والإسلامي، وهو زعيم التيار السروري كذلك الأمر، الذي يعتبر متجدد في بعض المناطق العربية التي كانت تحمل المشروع المتحجر بشكل أو بآخر. صحيح، نعم صحيح، لكن يعني الصراع الذي تجده الآن هو يمثل الصراع الذي سبق جيل صلاح الدين، بين قوسين كما يعني نسميه، صراع بين أصحاب التيارات الفكرية والمذهبية وإلى آخره، صعود ما يسمى تيار التجديد هذا، وليس تيار التجديد وتيار التجديف المدعوم من مؤسسة راند الأمريكية، الذي يريد أن يقتلع الإسلام باسم الإسلام الديمقراطي والعلماني وما شابه، والضرب بثوابت الدين، تصعيد مجموعة من الشخصيات الهزيلة لتمثل الإسلام وهي لا تفهم بالإسلام ولا تجد قراءة القرآن ولا آخره. كل هؤلاء يلتقون في بوتقة واحد، هم دواعش، لكن هؤلاء دواعش باسم العلمانية ودواعش باسم الدين ودواعش. هذا الصراع الذي تجده الآن هو الذي سينجب جيلا آخر، جيلا واعيا قادرا على فهم الحقيقة، ومن ثم الانطلاق بمشروع. لا يمكن أن تنطلق بمشروع دون أن تبني قاعدة، لا يمكن أن تصنع شيء دون أن يكون لديك جنود على الأرض ينفذون. انظر الغرب الآن كيف ينفذ أجندته على الأرض، من خلال جنوده، يعني الجنود الذين يحكمون هذه الدول العربية، هذه جنود تربوا أين؟ تربوا في مدارس الغرب، وتربوا في أفكار الغرب، وتربوا على تعليم الغرب، وتعطى لهم أجندات فينفذونها. كذلك يجب أن نفعل، يعني يجب أن تستفيد من عدوك، كيف يفكر، كيف يفعل، كيف يصنع، حتى تستطيع أن تنهض. هذا يعني ربما مختصر ما الطريق أو ما الوسيلة. يمكن اختصار يعني ما ربما تحدثنا عنه في هذه الحلقة في بدايتها،
بالموضوع العسكري والنقل الجوي، ومعرجنا إليه معكم من أفكار أنه خطر إيران جوي أرضي فكري. والخطر الفكري أعلى، الخطر الفكري والعقدي هو الأعلى، هو الأخطر. إيران دائما يعني تذهب إلى مناطق الآن تشيع في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي، انظر إلى الغرب الإفريقي، هذه في علم السياسة معروفة أنها مناطق مغلقة لأمريكا وفرنسا وربما إسرائيل. أن تدخلها إيران كيف يسمح لها أن تدخل وتشيع ملايين البشر، وأن تستثمر أيضا في تجارة الماس والعاج، وهنالك يعني شخصيات لبنانية تحمل جنسيات أوروبية وأمريكية تعمل في هذا المجال، كيف إذا مقابل تشيع أهل السنة؟ تذهب إلى كل مكان، كثير من المفكرين تحدثوا عن الخطر الإيراني، تحدثوا عن نظرية لاريجاني في أم القرى، تحدثوا عن أشياء كثير، لكن المشكلة أن الناس لا تريد يعني بين قوسين أو الفئة الأكبر من الناس يعني الذين تربوا على أفكار قومية ووطنية وأيضا جماعات إيديولوجية، لا تقبل أن تتقبل الحقيقة. لكن هذه الأحداث الدموية وما فعلته إيران وأذرع إيران بدأ يصنع وعيا جديدا، إلا أن الإعلام حين يركز على كذبة الصراع الإيراني الأمريكي، كذبة الصراع الإيراني الإسرائيلي، هو المصيبة. دائما قلت لك يجب دراسة الدول في واقعها الديموغرافي، واقعها يعني الفكري السياسي، توجهها، كيف بنيت هذه الدول، كيف ظهرت، حتى يفهم المتلقي حقيقة هذه الدول. يعني انظر إلى روسيا مثلا على سبيل المثال وإسرائيل، بعيدا عن قضية الأرثوذكسية اليهودية التي هذه تحتاج إلى حلقات ولا يمكن أن نشرحها باختصار هنا، لكن أقول لك أمرا مهما، أن هيرتزل حين وضع كتابه الشهير الدولة العبرية، هو وضع يعني تخيل أماكن ورشح مكانين، أرجنتين وفلسطين، لكن قال كلاما مهما في هذا الكتاب أنا أراه أفضل ما قال. قال جملتين مهمتين، الأولى: أنا لا يهمني اليهودي المثقف، لا يهمني المحامي والمهندس، لأنه سيناقشني وسيقول لي أنت طوباوي، أنت خيالي، أنا أريد اليهودي البسيط الذي يؤمن بأفكاري. وهذه نفس الفكرة التي يتحدث بها الخميني للعلم يعني في كتابه الحكومة الإسلامية. الفكرة الثانية التي تحدث بها هرتزل، وهذا موضوع خطير جدا، قال نحن حتى نبني ديموغرافيا هذه الدولة سواء في الأرجنتين أو فلسطين، ونبني فيها جيش وشرطة وتعليم وكل شيء، قال يجب أن يكون لدينا وعاءين للملء السكاني. لا نطلب، قال لا نطالب يهود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا بالمجيء، لأن هؤلاء يعيشون في دول راقية حضارية، هؤلاء نحتاجهم في دولهم، ولكننا نريد أن يكون لدينا اليهود يأتون من مكانين: رومانيا وروسيا. ولذلك روسيا هي التي تنقذ إسرائيل ديموغرافيا في كل مرة، حتى في تسعينيات القرن المنصرم قبل يعني نهاية الثمانينيات بداية التسعينيات، كان لدينا موضوع اليهود السوفييت كان يطلق عليهم، الذين هاجروا نحو 2 مليون إلى فلسطين المحتلة قبيل تفكك الاتحاد السوفيتي. هؤلاء الآن أصبحوا مافيا مرتبطة عضويا بالمافيا الروسية الحاكمة، فضلا عن القضية العقدية التي كما قلت لك هذه تحتاج شروحات طويلة. شكرا جزيلا لكم المفكر السوري والإسلامي الدكتور أحمد الهواس، أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج إيران في سوريا. شكرا لكم، شكرا لكم، تحياتي لكم. بهذا القدر نكون وصلنا وإياكم متابعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران في سوريا، ألقاكم الجمعة المقبلة بالتوقيت ذاته، إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله. إيران في سوريا. حينما ينفرد الذئب بالفريسة يجيد السطوة عليها، وعندما تقع الضحية في حلبة ثيران يبرز دور إيران. إيران أرسلت المستشارين العسكريين والضباط لمساعدتنا في التخطيط، دعمتنا اقتصاديا. إيران في سوريا، برنامج أسبوعي يأتيكم عبر راديو وطن. إيران في سوريا يتابع تحركات نظام طهران في دمشق ويرصدها، يناقش أبعاد التوغل الإيراني في سوريا، يكشف حقائق مخفية انضوت تحت العمامة. تحت العمامة. يا وطن.